اجتماع موسع في مبنى محافظة طرطوس بحضور وزراء الإدارة المحلية والداخلية والنقل والأشغال العامة والإسكان ومحافظي اللاذقية وطرطوس لبحث واقع الأملاك العامة البحرية على طول الشريط الساحلي للمحافظتين. عقد في مبنى محافظة طرطوس اجتماعا موسعا لبحث واقع الأملاك العامة البحرية على طول الشريط الساحلي لمحافظتي اللاذقية وطرطوس بحضور وزراء الإدارة المحلية والداخلية والنقل والأشغال العامة والإسكان ومحافظي اللاذقية وطرطوس، حيث ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري موضوع الاستثمارات والإشغالات لمراجعتها وإعادة تقييمها بما يضمن زيادة إيرادات المنطقة الساحلية. وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أكد ضرورة تعزيز سلطة الدولة واحترام الحقوق والبحث عن بدائل لمواجهة ضعف الموارد، كما أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى ضرورة الاستفادة من كل الطاقات، فيما أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن المهمة كبيرة لهذه اللجنة الوزارية والتي ستعالج 185 كيلومترا من الشريط الساحلي باعتباره ثروة وطنية كبيرة يجب الاستفادة منها. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ضرورة إعادة النظر بكافة الاستثمارات الساحلية ورسم خارطة استثمارية جديدة تتناسب مع جمالية وأهمية الساحل السوري. يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لإجراءات سابقة لمعالجة كافة الإشكالات والتجاوزات على أملاك الدولة بشكل عام والبحرية بشكل خاص، ولتحمل المسؤوليات للوقوف على حقيقة استثمار الساحل السوري بالشكل الأمثل. محافظة طرطوس تقيم حفلا تكريميا للمتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين بحضور عدد من الوزراء وفعاليات رسمية وحزبية تقديرا لهم ولتضحيات ذويهم في سبيل الوطن. أقامت محافظة طرطوس حفلا تكريميا للمتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والنقل والأشغال العامة والإسكان ومحافظي اللاذقية وطرطوس وفعاليات رسمية وحزبية. حفل التكريم تخلله إلقاء عدة كلمات من الوزراء أكدوا من خلالها على فخر الوطن بأبنائه المتفوقين علميا، خاصة أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين. الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم وبأجزاء من أجسادهم دفاعا عن تراب هذا الوطن، نرى اليوم أبنائهم يتفوقون ونكاد نسمع صدى رسالة آبائهم في الأبناء الذين سيكملون الدرب، ودرب الانتصار ودرب الدفاع عن الوطن ودرب البناء والإعمار ودرب المستقبل الزاهر لكل أبناء هذا الوطن على امتداد الجغرافيا السورية. عم نشوف من بين أبنائنا أنه في طلاب متفوقين رغم أنه آبائهم قدموا يعني أنفس ودماء عربون محبة ووفاء للوطن، أيضا هؤلاء الأبناء استطاعوا أن يتجاوزوا امتحاناتهم بتفوق وأن يسجلوا في فروع جامعية مختلفة، فنتمنى لهم التوفيق، كل التوفيق. هذا اليوم المبارك نلتقي به بأبناء الشهداء الناجحين في الشهادة الثانوية بكافة فروعها من جميع مناطق المحافظة. هذا اليوم بالنسبة لنا هو انتصار، الابتسامة على الدمع، الحياة على الشك واليقين والموت. هذا اليوم دماء الشهداء تنبت قمحا وزيتونا وإقحوانا وانتصارات على امتداد رواب الوطن. الشباب والشابات المكرمون عبروا عن عميق فخرهم بهذا التكريم لأنه سيكون حافزا لهم للمضي في طريق العلم للارتقاء بالوطن إلى المجد والعلياء. بكفينا فخر أنه نحن بالبداية أبناء شهداء، وأنه في لسه عالم ذاكرة تضحيات آبائنا ولهلا عم تكرمنا بالتفوق وبالشهادة. أنا مفوقة بالشهادة الثانوية العلمية، الحمد لله دخلت بسنة تحضيرية طبية، بهدي تفوقي للسيد الرئيس بشار الأسد راعى العلم والمتفوقين، ولروح والدي طاهرة يلي كانت معنا رغم أنه هو بعيد عنا، ولأهلي ولأمي الحبيبة اللي كتير بحبها ووقفت جنبنا وساندتنا. هو تكريم لأبناء الشهداء الذين تجاوزوا
كافة الصعوبات وتابعوا تحصيلهم العلمي بقوة وعزيمة لبناء سوريا يدا بيد مع رجال الجيش العربي السوري. إعادة تأهيل مكان التفجير الذي ضرب مدينة جبلة الأسبوع الماضي والانتهاء من ترميم الشوارع والمحال التجارية بالكامل. هنا وعلى ذات الطريق ضرب الإرهاب صورة الحياة ونبضها، هنا مرت صرخات الآلام والوجع وسالت دماء لا ذنب لها. على ذات الطريق وبعد أقل من 7 أيام تعود الحياة لكي تسير كما كانت. الأرصفة والشوارع رممت بالكامل وكذلك المحال التجارية وكل ما خربه التفجير الإرهابي قبل ما يقارب 7 أيام من الآن. كانت الواجهة كلها رايحة والمحل كله بتكسر، الحمد لله رب العالمين رجعنا بنينا ورجعنا يعني رجعنا فتحنا وبدنا نضل لوب الدم وبالقوة وكل شيء بدنا نرجع صامدين وواقفين بإيدنا نبني مني أنا من هالصغير هاد كلياتنا بنرجع جيل ورا جيل حتى نقول للصهيوني وللإمبريالي إنكم ما فيكم تمحوا أثارنا، لحنا واقفين وصامدين. وهذا الشيء اللي صار عمل إرهابي جبان، هذا ما بيمنعنا لممارسة العمل لممارسة حياتنا الطبيعية. نحن شعب قوي بإذن الله، إرادتنا قوية، نحن شعب متكاتف يدا مع يد، عامل فلاح موظف. الشغل اليوم بيأكد إنه الدولة سهرانة على راحة المواطن، وشكرا لكل عامل ساهم في هذه الإصلاحات. كخلية نحل عملت على مدار الساعة، كانت ورش العمال لفرع الإنشاءات العسكرية في اللاذقية متاع 6 لم يتوقف العمال فيها ولا حتى للحظة واحدة، بل تقاسموا معا التعب والعرق والإصرار على سباق الزمن. فالعمل هنا بالنسبة لهم جبهة قتال مختلفة لمواجهة الإرهاب، حالها حال تلك التي يقاتل بها جنود الجيش العربي السوري. من أول يوم لحد هالساعة ما تركوا الشارع حتى تحت المطر اشتغلوا. كما وعدنا أهالينا في مدينة جبلي بأننا سننجز الأعمال الناتجة عن هذا العمل الإرهابي خلال أسبوع، ورسالتنا أننا نتحدى هذا الإرهاب السافر الذي تعدى على مدينة جبلي بسواعدنا وسواعد عمالنا، ونرسل رسالة للعالم أنه مهما دمرتم وخربتم فنحن في المرصاد لنثبت أن سوريا ستنتصر بهمة أبنائها وبسواعد عمالها، ونعاهد القائد السيد الرئيس بشار الأسد أننا على العهد باقون وأن نكون جنودا أوفياء لسوريا لكي تواجه الإرهاب بكل مفصل من مفاصل الحياة. قامت ورشاتنا، كانت أولويتنا هي المدارس، تم إنجاز المدارس في مدرستين وروضة ومبنى الاتحاد النسائي، وتم ترميم موقع العمل بشكل كامل كأعمال مدنية وأرصفي. الأعمال المعدنية تمت بشكل كامل، أقوم بأعمال التشطيبات. مدينة جبلة كانت قد شهدت قبل عدة أيام تفجيرا إرهابيا، حينها تعهد فرع الإنشاءات العسكرية في اللاذقية متاع 6 بإعادة إعمار مكان التفجير خلال 7 أيام فقط ودون أي تكلفة مادية تقع على عاتق المواطنين المتضررين. 7 أيام حولتها ورش الإنشاءات العسكرية إلى سباق مع الزمن، سباق انتصرت فيه إرادة الحياة فحولت نار الموت والإرهاب إلى انتصار للعز والكرامة. من مدينة جبلة، مازن محمد، الإخبارية السورية. جولة لمحافظ اللاذقية يرافقه مدير التربية ونقيب المعلمين
تفقدوا خلالها عمليات إجراء الامتحانات الفصلية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. توجه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم يرافقه مدير التربية ونقيب المعلمين إلى عدة مدارس على الكورنيش الجنوبي في المدينة لتفقد سير الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تواجد حوالي 262 ألف طالب وطالبة لإجراء الامتحانات الفصلية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك بأسئلة موحدة لمادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي على مستوى القطر. وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء الطلبة عن الامتحانات ومدى ملائمتها لجميع المستويات وما هي المواد التي يعانون من عدم فهمها بالشكل الأمثل. كما بيّن المحافظ أن التربية استكملت كل ما من شأنه خدمة العملية الامتحانية ونجاحها، وتم الإعاز لوسائط النقل العامة بالتواجد بكثافة في الساعات المبكرة لخدمة الطلبة وعدم تأخرهم عن امتحاناتهم. انطلقت صباح اليوم العملية الامتحانية للفصل الأول دراسة في جميع مدارس المحافظة، حيث بلغ عدد الطلاب في جميع المراحل حوالي 300 ألف طالب. يوجد من الأهل أو الأخوة الوافدين تلاميذ بحدود 40 ألف طالب موزعين على جميع مدارس المحافظة. بالإضافة هذا العام كان هناك الامتحان الموحد لمادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي. الامتحان الموحد لمادة الرياضيات للثالث الثانوي أيضا قمنا باستطلاع آراء الطلبة ولم يكن هناك أي ملاحظة تذكر. إن شاء الله نتمنى التوفيق والنصر لبلدنا ولقائدنا. الطلبة يؤكدون يوميا من خلال التزامهم بتحصيلهم العلمي على أنهم أوفياء لوطنهم، ويصرون على تحصيل العلم والمعرفة لمواجهة الجهل والفكر الظلامية. شعبة أم الصياف لحزب البعث العربي الاشتراكي وبالتعاون مع فعاليات أهلية واجتماعية تكرم 150 جريحا من الجيش العربي السوري في مصياف والقرى والبلدات المحيطة، تقديرا لتضحيتهم في الذود عن حمى الوطن والتصدي للإرهاب. كرمت شعبة مصياف لحزب البعث العربي الاشتراكي وبالتعاون مع فعاليات أهلية واجتماعية 150 جريحا من الجيش العربي السوري في مدينة مصياف والقرى المحيطة بها. نحن اليوم أمام عظم التضحيات، هؤلاء الأبطال الذين حضرنا لنأخذ العزيمة والإصرار والدعم منهم. نحن لن نأتي لنقدم لهم دعم، بل نأتينا لنستمد العزيمة والقوة والدعم منهم. كل مفردات اللغة العربية وجمل اللغة العربية لين هؤلاء الأبطال حقهم. جئنا اليوم إلى منطقة مصياف لنتشرف بجرحانا، لنكرس قيمة هي قيمة الوفاء، الوفاء لهؤلاء الأبطال الذين قدموا دماءهم من أجل عزة وكرامة كل مواطن، من أجل سيادة الوطن. فمجرد وجودنا بيناتهم هو شرف لنا. جرح الجيش أكدوا أن الوطن يستحق من جميع أبنائه بذل الغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته، لافتين إلى إصرارهم على مواصلة درب الصمود والتأكيد على حتمية النصر القادم. جيشنا أكيد رح ينتصر بالأول والأخير، يعني ما في مجال، يعني ما حد يأمن على هالشيء ويساوم عليه، أكيد منتصرين. همة الشباب يعني والجرحى والشهداء والشعب الفقير يعني آخر شيء. مساعد رامز يمين العبود تصوبت بالمقالع تدمر، فنحن كنا بنتصدى للإرهابيين لداعش التكفيريين، والحمد لله بعد الإصابة وبإيد وحدي وبعين وحدي ورجعان قاتل. أنا جعفر محمد عنقر من قرية المحل روسي محافظة مصياف. لا ما أسرت علي الإصابة، وكانت إصابتي بحقل شاعي والحمد لله عايش في دار الوطن. أنا اسمي علاء محمود حمدان من مرتبات الفرقة الأولى متطوع، تصاوبت بعبوي ناشفي أدت إصابتي لفقدان البصر بالكامل. بإذن الله لو ما بدنا ننتصر ما قاومنا 6 سنين. تمت إصابتي بحرستا من قبل قناص حراري أدت لفقدان نظر كامل.
شو حب اليوم تقول انت عم تتكرم اليوم عم يكرموك؟ شكر خاص لكل مين قام بهذا التكريم. اكيد في نصر قادم وما اثر علينا شيء، اكيد ما اثرت، وفي نصر قادم باذن الله وما اثر علي اي شيء، عم بروح عم بيجي حياتي كامله. احمد حمدان، تصاوبت بالغوطه بدمشق، ايماننا بجيشنا كثير قوي انه النصر جاي ان شاء الله. انا هاي ثالث اصابه الحمد لله، الحمد لله، وبضل سعادتي انا الحمد لله. الله يبارك فيك ويحميك ويحمي سوريا وقائدها. انا محمد مصاب بالجيش بريف اللاذقيه بالقوات الخاصه، الاصابه بايدي ورجلي والاصابه الجسديه بالطيب والمعنوي ما في لا اصابه ولا شيء، واكيد راح ننتصر سوريا ولا في شك ابدا بنصر جيشنا. صوبت بمحافظه الرقه، كنت محاصر بالفرقه 17، صوبت بعيني وبجرياتي وبدياتي، والحمد لله تعالجت تجريات بمشفى تشرين بالشام، وعيني بس ما بتصفي ما بتعالى. رح نضل نحارب لحتى ننتصي ونحرر كل شبر من أرض الوطن. يشار إلى أن التكريم شمل جرح الجيش في مدينة مصياف وعددا من القرى والبلدات المحيطة، منها البيضة والبياضية والفندارة والشميسة وقرين وبشنين ودير الصليب والمشرفة وكفر عقيد وحيلين والحيلونة. محافظة درعا تعقد مجلسها الثاني في دورته العادية الأولى بحضور محافظ درعا وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس المحافظة. عقد مجلس محافظة درعا الاجتماع الثاني في دورته العادية الأولى لعام 2017، وذلك بحضور المحافظ وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وعدد من مديري الدوائر الحكومية. نؤكد نحن كمجلس محافظة في عندنا بعض القضايا الهامة، منها مشكلة المازوت، طلبات المازوت 4 طلبات لا تكفي لمحافظة درعا، محافظة درعا محافظة حدودية محافظة زراعية، فنرجو من الحكومة زيادة هذه الطلبات لأنه لا تكفي. كمان 3 طلبات بنزين على مستوى المحافظة لا تكفي. موضوع المياه كمان نؤكد على الاهتمام الزائد من قبل الحكومة بموضوع المياه، لأن هناك الأبار طبعا يسيطر عليها بعض العصابات الإرهابية، منعوا المياه من وصولها إلى محافظة درعا. هناك طبعا مشاريع نشكر الحكومة بتقديمها بشكل مستعجل، منها مشروع قربة غزالة درعا الذي يروي إن شاء الله لمحافظة درعا يستمر حتى 30 سنة قادمة. نؤكد أيضا على قمع المخالفات في المحافظة وخاصة مخالفات الأبنية. عملنا الأساسي هو التنسيق لحل المشاكل التي تحل بالمحافظة. تبدأ المشكلة بحلها بالمدير، إذا لم يستطع المدير السيد المحافظ والتوجيهات الحزبية والتوجيهات الحكومية، ثم ننقلها إلى دمشق لمعالجة وتابعة المشاكل التي لا تحل في هذه المحافظة. ناقشنا كافة الأمور الخدمية التي تهم المحافظة، منها مواضيع الصرف الصحي، منها زيادة مخصصات الطحين لبعض الأفران المحتاجة إلى ذلك، منها أمور الكهرباء ودفع فواتير الكهرباء لمن تخلفوا عن دفعها، كما ناقشنا موضوع التطوع في الفيلق الخامس بناء على توجيهات السيد المحافظ وكافة الأمور الخدمية التي تهم الأخوة المواطنين في هذه المرحلة. الجلسة كانت مكملة لما تم عرضه في الجلسة العادية الأولى، وتضمنت عدة مداخلات ومقترحات، وأهمها فيما يتعلق بإعادة فتح السوق التجاري بدرعا، إضافة إلى المشاكل التي تعاني منها المحافظة من أزمة الكهرباء والمحروقات وكيفية الحلول المناسبة لها، وأيضا زيادة نسبة مياه الري والأبار المخصصة لري المساحات المزروعة والتي تم استثمارها في الفترة الأخيرة بعد غيابها فترة دامت لمدة لا تقل عن 5 سنوات.